هلا سلمى، فصار الوقت لحتى نروح للمساحة الخاصة بعالم التصميم اليدوي مع المصممة عاليا يلي عودتنا دايما انه كل شيء يكون جديد مميز. بالحلقة الماضية طبعا حكينا عن العبايات الدمشقية وبتصاميم عصرية. اكيد فرح، اليوم رح نحكي عن الزاوية الحضارية الايربن كورنر يلي استمدت منها فكرة كل اعمالها بالبداية، وكانت البوابة اللي دخلت منها لعالم التصميم بشكل عام. رح نحكي عن تصاميم السجاد واطقم الصلاة، الاكسسوارات الدمشقية، مفارش الطاولة، وايضا غيرها من القطع اليدوية. معالية يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك عالية، ورمضان صباحك كريم. حياتي. رمضان كريم عليكم، مبارك. أكيد أول شيء بدنا نقول لك شكرا على العبايات المميزة، بدي أتشكرك عليها. تاني شيء حابة أنت تختار لي قطعة اليوم تحكي لنا عنها، أكثر قطعة مميزة بالنسبة لإلك وتحكي لنا عنها، خاصة كل قطعة أخذت منك جهد ووقت وذوق وتعباني فيها. حبيبة قلبي، هلأ سجلجية الصلاة نحن كل واحد فيهم فيه شيء خاص ومميز فيه. فعنا سجاجيد الصلة اللي هي المريحة اللي بالقماش المعرق، هذا ممكن نعمله، هذا بيجي مبطن مشان للرياح، وممكن انه ناخده على لون الفرش الموجود عنا بالبيت، يعني على حسب مثلا اللون، ممكن الزهر البوردو حسب لون الفرش الموجود بغرفة القاعدة. انا بحب هيك خلي كورنر موجود من لون الفرش او غرفة النوم يكون دائما موجودة فيها. وعندك التطريز اللي بيجي هو الحرير او داخل له خيط الصرمة، هذا بيجي ممكن يتاخذ هدايا او يمكن يتاخذ شيء. وعندك التطريز اليدوي. يعني مثل ما عم نشوف عالية، يمكن بيبين من عندك فرح. خلينا نشوف البيت، البيوت اللي عملتيها بيت للقرآن الكريم، وكمان اللي هو البيت الخاص اللي بنحط فيه وكل شيء مع بعض. يعني هذا التصميم اليوم قد ايه يمكن شوي تفردتي فيه قليل لحتى نلاقي هيك تصاميم؟ كيف بلشتي بهي الفكرة وكيف كان صداها كمان على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هلا التطريز اليدوي اللي مسميه براتو، هذا كثير كثير حبوه لانه بيعطي تقل كثير للسجاجيد. الخيط الصرمه كثير حلو لانه له ضويه بالسجاجيد فبيعطيها تقل كثير، وهذا كثير بيتعبوا عليه مثل ما قلت لك لانه هو تطريز يدوي، بنعمله نافر ومفرغ، وبنعمله ثلاث قطع على السجاده. هو عباره عن بيت السجاده وبيت المصحف والسجاده نفسها، وممكن نفرغ اراني من السجاده فبتعطيها هيك جماليه. وممكن لا انه ندخل التطريز بقلب المخمل او الساتان، فكمان بيعطيها جماليه. بالنسبه للالوان كمان خبرينا، يعني عليا قد انت حريصه على استخدام الالوان انها تكون كثير مميزه، ويمكن كل قطعه بناسب لون تختلف عن الثاني. هلا بالسجاجيد اللون البوردو الخمري هو دائما مميز، بيعطي فخامه كثير للسجاجيد الصلاه. وعندك اللون الابيض او الاوف وايت كمان مرغوب كثير لانه بياخذوه هن بسموه عرايسي، كان من زمان عنا بجهاز العروس دائما لازم تكون سجاده الصلاه موجوده، هي شيء أساسي، فبيحبوا لأنه عروس أنه تكون فاتحة باللون الأبيض. فهدول اللونين المميزين كتير. وأنا بالنسبة إلي بحب اللون الأسود كتير كتير، بحسه مثل لون الكعبة، يعني من ألوان الكعبة، خصوصي بالتطريز الصرمة الفضي، فبيعطيها كتير جمالية وفخامة. طيب عليا رح نكمل حديثنا، ولكن رح نروح معك ومع المشاهدين نشوف بعض الصور من القطع بشكل عام اللي رح نحكي عنها بالتفصيل أكثر اليوم. Thank you.
يعني عالية عم نشوف مو بس مختصة بمجال معين أو بناحية معينة، عندك كتير أشغال إن كان يدوية وإن كان أيضا بالصناعة، تطريز، كتير كتير أنواع. خبرينا الشيء المميز بالنسبة لإلك وكيف تتعاملي مع كل قطعة وكل حالة. هلا اكيد الشيء المميز بالنسبة لي هو اول شيء سجاجيد الصلاة، بعدين بيجي عنا تقومة الصلاة يلي هن كمان بتجي انواع، عنا التقومة اللي ماشى التترون، بتجي فيها طول مطرز بتعطي تقل كتير لتقومة الصلاة، وفي عنا اللي بيجي اخف اللي هن التقومة الكورنيش اللي هن الرطبة، هدول بحبوهم كتير لانه خفاف ورطبين. والاكسسوارات كمان، والاكسسوارات عندك مثل البيجي البرجيس كمان هاد مرغوب عنا وحتى مرغوب برا كتير عم يحبوه لانه دخل له التطريز البريم فكمان عم يجي حلو كتير. عنا صحون الضيافة خصوصي بيستخدموها للعيد او رمضان او حتى للشوكولا اذا حبوا، اذا حدا جاي ضيوف على البيت ممكن برمضان ينحط له التمر. في عنا كمان كمان بيجي كتطريزات الجلايل الطاولات كمان، وبتجي كمان بعدة أنواع تطريز. يعني مثل ما حكينا عالية يمكن كل تطريز له طريقة معينة، يعني يمكن مثل ما هون شفنا بالبرجيس في خلينا نقول نحكي شو اسمه هذا التطريز وشو بيفرق عن هاد أو هاد. تمام، هذا التطريز اسمه تطريز بريم، خيط البريم، ومدخلينه نحن شوي على الكيس تبع البرجيس ستراس فعطيه ضوية أكتر. عندك هون التطريز هو تطريز مكنة، تطريز مانو تطريز يدوي بهاي السجادة البوردو، بس داخلها خيط صرمة وخيط حرير ونافر من له نص نفرة مو نفرة كاملة. وفي عنا التطريز كمان مثل ما شفنا السجادة السومو، كمان تطريز بريم، وبيجي عنا هو أتقل شيء هو التطريز البراتو، التطريز اليدوي بخيط الصرمة. نعم. بما أنه كمان علي عم نحكي عن هي الأعمال اليدوية اللي بدها دقة كتير كبيرة، بدها ذوق، يعني بدها وقت، بدها كتير تفاصيل، واليوم العالم كتير بترغب لها، علي خاصة الناس برا إن كان سوريين وإن كان غير سوريين، فأنت على شو بتركزي؟ على شو بيجيكي ممكن طلبات أكتر شيء؟ شو الشيء المميز اللي بيطلبه الناس منك؟ الحقيقة كل التطريز الدمشقي بيحبوه، يعني بيحبوا هن يقطنوا شيء من عنا يحطوه ببيتهم لحتى يذكرهم بدمشق. البرجيس حبوها كتير هنيك فحسوا انه هي مانا موجودة هنيك، ذكرتهم بالشام. عندك جلايل الطاولة بحبوا يمدوها، عندك صحون الضيافة، يعني كل قطعة لحالة بحبوا يقطنوها يحطوها فبتذكرهم بدمشق. يعني يمكن كمان احد الشعراء اللي عايشين برا طلب منك شيء خاص عملتي له اياه على قطعة، اللي هو شعر هو كاد وعملتي له اياه على خلينا نقول على قطعة وقدمتي له اياها، رح نشوف سوا يمكن الصورة مع بعض. ايه تمام، بعد الصورة حشرح لك. خلينا نحكي عنها أكثر، كيف إجت الفكرة وكيف نفذتي له إياها. تمام، هلأ هي الحقيقة عم نشوفها سوا. اشرحي لي كيف نفذتيها. الحقيقة هو حدا حاب يهدي له هالشعر تبعه بكتيب، كان حابب يهدي له إياها فاقترحت عليه الفكرة، مو أنا يعني مو هديتي، هن حبوا يهدوها إنه تكون الشعر تبعه منزل على كادرات تضل موجودة عنده بالبلد اللي هو فيها بالمكتب عنده، فالكل مما فات لعنده على المكتب يقدر إنه هو يشوفها. يقرأ الشعر تبعه، فنزلنا له إياها على مخدات ونزلنا له إياها على كادرات. أكيد يعني علي أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق بعد هاي الأعمال المميزة، كل قطعة حاطة فيها جزء كبير من شخصيتك، من تعب وفن وذوق، بدي أتمنى لك كل التوفيق وبدي أتمنى دائما تكوني ضيفتنا بحلقات الجاية. حبيبة قلبي، شكرا لك. سلمي يا رب. شكرا لك عالية، وأكيد بالحلقات الجاية رح نحكي كمان عن تصاميم مختلفة سواء من العبايات أو من الأمور الثانية اللي بتشتغليها يدويا. شكرا كثير لوجودك. حبيبة قلبي، شكرا لكم. شكرا. أكيد سلمى حلقتنا لليوم وصلت لنهايتها، أكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم الصبح بتمام الساعة 10، ابقوا على الموعد، رمضان مبارك للجميع. طبعا تغطيات الأخبارية السورية على أبرز الأحداث أكيد مستمرة على مدار الساعة، لتبقوا بأجواء كل شيء جديد، خلوكم برفقتنا. كل التحية لأبطال الجيش العربي السوري، وبدي أقول لك أكيد سلمى رمضان كريم، بدي أتمنى لك بقية نهار ممتع وفطور كتير يكون شهي بعد التعب. أكيد فرح وإلك كمان.
كمان نهار سعيد، ولكل يلي طابعنا لليوم ختامنا رح يبقى دائما يحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيها خليكن على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. وأكيد بدنا نشكر مطعم قصر الياسمين على استضافته لنا طيلة شهر رمضان. تمنياتنا أنه تبقوا بألف خير، وباي باي باي.